مستهل قراءتنا في عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم ببلدان أوروبا الغربية من إيطاليا، حيث كتبت لا ريبوبليكا أن حكومة البلاد منعت أمس تصدير 250 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا إلى أستراليا، مضيفة أن إيطاليا والمفوضية الأوروبية اتفقتا على هذا الإجراء. وبحسب اليومية فإن إيطاليا تمنع الشركات التي لا تحترم العقود الموقعة مع الاتحاد من تصدير منتجاتها إلى خارج أوروبا. صحيفة لوموند خصصت صفحتها الأولى لموضوع إحداث فرنسا لتصريح صحي، والذي يعد إحدى الإمكانيات التي تعكف الحكومة على دراستها قصد تحقيق تقدم في حربها ضد الفيروس رغم استمراره في الانتشار، ما يتيح إطلاق زخم من التفاؤل. صحيفة ذا تايمز البريطانية ذكرت أن الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية الموجود في المستشفى منذ أزيد من أسبوعين بسبب إصابته بالتهاب، خضع لعملية تكللت بالنجاح لمعالجة مشكلة في القلب شخصت لديه سابقاً.